أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في برنامجكم ازرع فكرة وحلقة جديدة. ازرع فكرة برنامج اجتماعي بيهم كل بيت في مصر وكل أسرة عربية. هنتكلم معاكم عن الشباب وعن التدريبات وعن الحياة الجميلة، عن كل الإيجابيات والمبادرات الإيجابية اللي هدفنا إن احنا بندور عليها، وكمان هنسلط عليها الضوء وهنشوف المشاكل اللي بتواجههم ونحاول نحلها من خلال خبراء ومتخصصين. تابعونا على مدار حلقاتنا اللي هتستمر بفضل دعمكم وثقتكم فينا عشان نتكلم عن كل ما بيتعلق بأخبار مجتمعنا من زراعة وصناعة حتى دنيا المال والأعمال والفن. حلقتنا النهاردة هتكون مقسمة لفقرتين، كل فقرة مختلفة عن التانية. الفقرة التانية اللي هنتكلم فيها هيكون ضيفنا المهندس عيسى مصطفى عيسى، ده صاحب مصنع غزل ونسيج بشبرا الخيمة وعضو بالغرفة التجارية بالأليوبية. وعايزة كمان أذكر حضراتكم إن احنا كنا في حلقة سابقة كان معانا سيادة المستشار حمدي حمدي أبو العنين، ده وكيل أول الغرفة التجارية بالأليوبية، ولسه هنكمل بقية الملف في الفقرة التانية. اما فقرتنا الاولى دي كلها ايجابيات وكلها افكار جديده بتضم شباب وبتضم اشخاص وبتضم افكار على ارض الواقع. هيكون ضيفنا النهارده دكتور محمد فضل، شرفتنا، اهلا وسهلا اهلا وسهلا بيك. بحضرتك. هنبتدي مع اول فقره لينا، بس هنشوف فيديو للشركه ونرجع لحضراتكم تاني، وركزوا فيها. الفرق ما بين حد اصلا عاش فقير ومات فقير ومحدش افتكره، وحد لما يحط زوجته في اي حاجه بيكسب، هو الفكره ان هو دايما بيتعامل مع اي فرصه ان هي لو تكسب. Thank you.
السيدر سيد القوم خادمهم. اخدم ناسك واحنا احلامهم لحد ما يطلع القرار من عندهم. دون تجفر ما تسيبش حد، حتى لو قال لك انا اتخلى عن الحلم ده ما تسيبوش. الموضوع كان اكبر من البالونه اللي فيه ده. لازم تاخد قرار النهارده. وانت فين الدبليو 2019؟ يو هاف تو بروتكت يور دريم. احمي الحلم بتاعك. اعداء النجاح كتير، ما تسيبهمش يترقوه عشان ده حلمك انت. مش كل الناس اللي عندها احلام بتوصل، ده قرارك انت وانت اللي هتوصل. If you want to protect your dream. ده حلمك انت وده قرارك انت، وعشان كده احنا ما عرفناش دكتور محمد فاضل وسيبناه هو اللي يعرفنا، لان دي ممكن تكون فرصتك انت اللي بتتفرج علينا ومتابعينا دلوقتي. اهلا بيك دكتور محمد، مشرفنا في قناه الصحه وجمال برنامجنا ازرع فكره. حابين بقى نعرف اعزائنا المشاهدين مين هو دكتور محمد فضل، وايه هي منظمه رويال، وايه هي شركه فايا اللي مقدمه كل ده، لان الفيديو اللي احنا شفناه دلوقتي كله هي شركة فايا اللي بتقوم بيه، سواء رحلات سواء تدريبات. يعرفنا بيه الدكتور. اوكي، انا بشتغل مانجر دايركتور وتشيف لرويال اورجانيزيشن، لايك بالمسميات العادية، مدير يعني لمؤسسة تدريب اصلا تابعة لشركة فايا. رويال بتقدم تدريبات كتيرة جدا. لمجرد ان احنا نتكلم بس عن فايا الاول عشان نعرف بس قصتها ايه، وبعدين اقول لك رويال هي بيكون دورها ايه جوه فايا. تمام. فايا هي شركة تسويق متخصصة في الدرما الكوزماتكس او مستحضرات التجميل الدوائية. وان كنا برضه تعريفا كده سريعا، هو فكره ان في فرق ما بين الكوزماتكس العاديه وما بين فكره الدرما الكوزماتكس. الدرما الكوزماتكس لسه هسال حضرتك دلوقتي، لان في يعني ايه مستحضرات تجميل دوائيه. اوكي، فكره ان المستحضرات التجميل الوقتيه هي لايك الميك ابس اللي بتستخدمها السيدات العاديه يعني، لكن الدرما دي بيكون حاجات علاجيه، وانا اوريدي بستخدم المستحضرات دي لعلاج ديفوم معين او لعلاج حاجه معينه في البدا وفي الشعره وايا كان يعني. دي بتشتغل على فكره ادويه، لمجرد ان انت كده كده هتزيل نفس الاثر وهتوصل لنفس الطريقه والديفوم اللي انت كنت بتشيله، انت خلاص بتعالجه يعني. كان قدامنا حتى واحنا بنفتح ملف فايا، احنا كنا بندور على حاجه اسمها سبيشاليست او فكره التخصص نفسها. فكره انك تلاقي شركه بتشتغل في كل حاجه، دي الموضوع شويه ما بيديكش نوع من الكومبيتيشن او نوع من المنافسه، انك تنزل السوق ما عندكش برودكت بتاعك. انا دايما بحب امثلها كده، زرعت في دماغنا شركات معينه ان احنا لما بندخل اي مكان بننطق الاسم ده بس، لمجرد بس ان الشركه دي متخصصه في ده، بتعرف تبدع وتعمل ابجريدنج وكل الكلام ده. ساعات الشركه عندنا الفكره ان احنا ننزل المجال ايه، فلقيت ان الدرما الكوزماتكس ده بيحصل فيها مبيعات كتيره جدا، سواء كان جوه مصر او اول اوفر ذا وورلد على مستوى العالم كله. بدانا ندور على مؤسسه تكون لها علاقه بالصيدله، لان احنا اوريدي هنتكلم في ادويه واحنا شركه تسويق يعني. وان كنت انا ماهر في التسويق في اي برودكت، لكن طبيعي جدا مش احنا اللي هنكون منشئين للمنتج يعني. تعاقدنا مع مؤسسه فيها صيدله، الناس دي بتعمل ايطاليان ستاندر برودكتس يعني، منتجات على المعايير الايطاليه يعني. وده سمح لنا احنا كفايا ان نشتغل جوه السوق المحلي وجوه السوق الدولي يعني. لمجرد ان انت عندك برودكت، حتى سواء كنا بنتكلم في مصريين او بنتكلم في اجانب، فهم اوريدي محتاجين برودكت تكون الكواليتي بتاعته كويسه. رويال قصه تانية خالص، احنا منظومه جوه الشركه بتبدا نحول المستهلك ده الماركتير او لفكره ان هو حد يكون مشغل مسوق. فده بيحتاج مننا ان احنا نرفع الكواليتي بتاعته ونرفع الجوده بتاعته، لمجرد ان هو ماي بي اللي بينضم ان الشريحه دي ايا كانت مستوى ثقافته وايا كان اللوكيشن اللي هو جاي منه، ايا كانت الجنسيه او الثقافه اللي بيتعامل بيها، هو مش ماركتير، هو ماي بي يكون موظف، ماي بي يكون ست بيت، ماي بي يكون حد اوريدي لسه ما خلصش دراسته، لان هو لمجرد ان اشترى برودكت من شركه فايا هو يقدر يحمل توكيلها ويبدا ياخد ارباح ويعمل ربحيه بطريقه معينه يعني. اذا انت بتستهدف كل فئات المجتمع. اوكي، سواء لسه طالب، سواء اتخرج، سواء حد في البيت، سواء حد كبير. انا بالنسبه لي ساعه ما جه فايا هو كده كده كاستمر، كده كده هو مستهلك. ان احنا نحوله بعد كده الماركتنج او فكره انه يكون عنده وكاله ويبدا بعد كده يكسب منها ارباح، دي قصه بيكون طبعا بمحض ارادته هو طبيعي يعني. بس رويال دي منظومه معنويه، انا الام دي بتاعها، بشتغل في المجال ده بقالي 7 سنين تقريبا يعني. ببدا اشتغل على فكره رفع الكواليتي، ازاي يبقى الشخص ده النهارده عنده سيلز سكيلز، سواء مهارات البيع، مهارات التسويق، فكره النهارده الكوميونيكيشن سكيلز نفسها، لان مهارات التواصل والعرض هي هتفيده سواء كان حتى يشتغل معايا ماركتنج
كتير او هيشتغل حتى في وظيفته العاديه يعني، لمجرد ان هو بيبدا يعمل انكم او يعمل ربح من ورا الفكره ان هو النهارده اخذ وكاله من الشركه يعني. بتقدم تدريبات كتيره جدا، تدريبات اسبوعيه وتدريبات بتكون عباره عن ليدر شيب زي اللي احنا شفناه اللي كان موجود دلوقتي في الفيديو. دي بكام التدريبات؟ لا فور فري، فور فري. احنا لمجرد بس هو كده كده لمجرد ان احنا دربنا الشخص ده فاوريدي رفعت الكواليتي بتاعته، فهو بيضخ ارباح للشركه بموجب المبيعات. طيب في ناس تسال دي تدريبات، طب اللي احنا شفناه ده مش تدريبات؟ جميل. ده انت بتزرع جواه حلم وحافظ على الحلم. اوكي. وتدريبات غريبه. أوكي. حتى ان احنا كمان يعني احنا شايفين الشباب بتوعنا في ناس تقول لك لا مش ملتزمين في الشغل، لا بيجوا يروحوا متاخر وجايين متاخر. لا الطريق احنا شايفينهم اكنهم في الجيش. جميل. انت مخليهم اكنهم في الجيش. جميل. مخليهم حواليك، مخليهم وعدد كبير. صح. ازاي عامل ده؟ بس خليني اقول لحضرتك على حاجه، وانا هتكلم حتى قبل ما اكون موجود في الصناعه دي او في الاندستري دي، بتحصل جاب فكريه عندنا بعد ما بنخلص الجامعه بتاعتنا ومحل دراستنا في ان احنا ننزل سوق العمل. بتلاقي في جاب شويه بان انت هتشتغل بطريقه واللي كنت بتدرسه نوعا ما بطريقه يعني. ده لا يعيب الاكاديميه تماما، بس انت فكره ان انت بتدرس بيزكس معين. الجاب دي بتفضل موجوده في دماغنا احنا وفي مخنا احنا بنفكر بيها طول الوقت، طب هو انا ازاي اكون مناسب للسوق يعني. حتى لو كان انا نفسي اصبت في وقت ما بالكسل قبل ما ابدا المجال ده لمجرد انا مش عارف مين يزقني ويقول لي هو الماركت النهارده بيشغل ازاي، طب هو سوق العمل المفترض انا انزله بشكل عامل ازاي. طيب رويال دي دورها ايه؟ دورها النهارده ان انت تخليه يعمل اللي هو عايز يعمله بس بطريقه هو بيحبها. فكره ان انت تنطلق من عندك انت، لا هتعمل يعني في ظل غياب هدف وفي ظل غياب تارجت وفي ظل غياب رؤيه عند الشخص ده، فطبيعي جدا يصاب بالكسل او يفكر النهارده ان مفيش اوبورتيونيتيز معينه او مفيش فرص معينه موجوده يقدر يغتنمها يعني. طب اذا اغتنم الفرصه اللي هو مين بيكون بمحض الصدفه؟ كان كاستمر لشركه فايا او كان عميل عند شركه فايا، فتم تنبيهه بعد كده ان انت عندك ايجنسي او عندك وكاله تقدر تضخ منها بروفيتس او ارباح يعني. هو محتاج دلوقتي حد يبدا ينور له الطريق. انا بتكلم في التريننجز دي وبتكلم عن فكره ان انت عندك هدف مادي وهدف معنوي انت ممكن او من هنا. هل الشخص اللي بيتكلم النهارده هو موجود قدام الشاشه هو الشخص اللي كان من 7 سنين؟ اكيد لا يعني. الفكره كلها ان انت النهارده مارست بزنس بتتعامل فيه كوميونيكيشن سكيلز وبتتعامل مع كميه بشر، فده بيكسبك مهارات اصلا تعرف تتداول بيها سواء حتى في مجال التسويق او في اي مجال تاني يعني. رويال بقى بدات تعمل حاجه تانية، بدات توفر نشاطات كتيره جدا زي الرحله اللي كنا شايفينها في الاول دي. احنا بنلف اماكن سياحيه جوه مصر وبره مصر لمجرد ان في توب ليدرز موجودين هنا وناس هنا بتعمل فلوس، هو بيحقق التارجت وبعد كده بيهاف فن لمجرد ان هو يعمل الحاجه اللي بيحبها، وصل لهدفه وكان عايز يوصل له، وفي نفس الوقت يو سبورت ديو اللي احنا جينا دلوقتي كمنظومه بنسبورت الشخص ده بان احنا خليناه يعمل اللي هو بيحبه في وقتها هو يحب ان يحقق الهدف ده جدا. طب الرحلات ديت مكلفه جدا، هل كل اللي بيحقق التارجت يقدر ان هو يطلع معاك؟ يس وفار فري. هو لمجرد ان هو كان محطوط له تارجت، روح اعمل انت بس جزء المبيع بتاعك وتعلم من التريننجز المبدئيه والبيزكس اللي موجوده في التريننج اللي قدمت لك اسبوعيا وكل شهر ونص وكل 3 شهور وفاستيفلز بنعملها في اماكن اماكن كبيره يعني، كل ده ساعدناه بيه كبوش تول ان هو يبدا يعمل مبيعات. طب وفي نفس الوقت لما تحقق التارجت انت ليك عندنا مكافاه تانية دي ملهاش علاقه بفكره الفان اللي هو مي بيكون بيحبه اصلا. يعني حضرتك بتدي للمستهدف اللي بيجي لك بتدي له منتج جميل وتقوي المهارات بتاعته جميل، وكمان بتدي له رحلات سياحيه سواء جوه مصر او بره مصر، كل ده فور فري. يس يس، لمجرد ان احنا برضو نحسبها حسبه واقعيه. هو الموضوع ماشي وان وان سيتويشن، يعني النهارده في مكاسب مشتركه ما بين الشركه وما بين الشخص ده، ورويال هي القناه اللي موجوده في النص اللي بتوصل للجمهور ده اصلا يعني. فكره انك تدرب اشخاص النهارده هم مالتي ليفل، بمعنى النهارده هم مش على نفس مستوى الثقافه، مش على نفس مستوى التعليم، الموضوع بيحتاج منك انك تكيف السوق بطريقه معينه. الشخص اللي انضم لفايا ده قدر النهارده حقق ارباحه، وفكره كمان ان هو يتدرب على ده، وفكره ان هو كمان احنا بنقدم له حاجه اجتماعيه زي مثلا الرحلات او كل الكلام ده، ما هو برضه عامل بروفيت للشركه. خلينا برضه نتكلم واقعيا يعني، الموضوع مش وان وان سيتويشن، هو النهارده استفاد بالمهارات دي وعمل مكسب لنفسه، جزء العموله او الكوميشنز او المكافآت اللي موجوده هنا، وفي نفس الوقت فايا قدرت تعمل بروفيتس من ورا بيع المنتجات. طب دلوقتي اي حد بيشاهدنا يقول دي فرصه ليا. جميل. بس انا مش فاضي. جميل. او انا احتاج كام ساعه عشان اشتغل مع حضرتك وتديني كل الاوفر ده؟ بص خليني اقول لك على حاجه، المعدلات العالميه عامه يعني اللي بيشتغل البيزنس ده ما لهوش كريتيريا معينه، يعني هو مش موظف هيروح بدفتر الحضور والانصراف لمجرد ان هو عنده من الساعه كذا للساعه كذا. خلينا نصنف البيزنس من الاول، الدايركت سيلز او فكره البيع المباشر نفسها هي معتمده على حاجه اسمها ذا وورد اوف ماوث او الدعايه الشفهيه. النهارده انا عشان اطلع برودكت من ساعه ما يطلع من المصنع لحد ما بيوصل للمستهلك بيعدي على حلقات معينه، فكره ان انا اعمل دعايه في التلفزيون، فكره النهارده ان انا بكون مثلا في تجار الوكلاء وبعدين يوصلوا تجار التجزئه
اللي بدورهم بيوصلوا للمستهلك او الكاستمر. احنا لغينا الدوره دي وطلعنا المنتج من مصنع اديناه للشخص. تعال بقى نتخيل كده، حتى انا وحضرتك دلوقتي كم مره اتكلمنا عن برودكتس وكم مره عملنا مبيعات لشركات كتيره جدا، بس ما كانش في كونتراكت او تعاقد ما بيننا وما بينهم لفكره ان يكون في كوميشنز او هامش ربح. طب فيا قالت له ايه؟ انا هطلع برودكت من عندي واوريدي تصنيعي واوريدي ده اكسكلوزيف، هو خاص بالشركه اصلا يعني. وقت ما وصلك لو عملت دعايه شفهيه موجوده في دائره علاقاتك ب 30,000 طريقه بقى، لو النهارده بيوصل لشريحه كاستمرز هم اوريدي محتاجين البرودكت، لو النهارده بيعمل صفقات مع مؤسسات لانه اوريدي المنتج مساعد في ده، لو النهارده فكره ان هو يشتغل ديجيتال ماركتير، فكره ان هو بيفهم في الانترنت ودخول بوابه الانترنت، احنا بنشتغل في شركه تسويق الكتروني، فلذلك هو النهارده يقدر ينتشر على مستوى العالم كله، بالنسبه له العالم كله عباره عن قريه صغيره. قدرت اوفر له كل الكلام ده لمجرد ان هو النهارده موجود معانا كوكيل في شركه فيا يعني. طب انت بالنسبه للافكار الجميله اللي احنا بنقولها ديت، شركه فيا بقى لها كام سنه؟ بدات اواخر 2018 وفكره التخصص نفسها بدات 4/2019. اواخر 2018 واحنا بنتكلم في 2020 لسه في البدايه يعني. جميل. انت ما كملتش تقريبا سنه وكام شهر. جميل جميل. ليكم فروع جوه مصر وبره مصر ولا فروع هنا بس؟ لا موجود اكتر من 7 دول موجودين بره مصر، منهم ليبيا ومنهم الكويت ممكن منهم الاردن، وعندنا كمان هنا في مصر منتشرين تقريبا في اكتر من 16 محافظه. كل ده في السنه وكام شهر؟ بص، هو فكره ان هنا تضاعف اسي يعني. فكره ايه؟ النهارده لو حضرتك حامله للتوكيل ده لمجرد برضه هو شراء برودكت في الاول وفي الاخر، انا ممكن اتوجه لاي مؤسسه او لاي ماركت اشتري برودكت. الدنيا عندنا مختلفه، فكره ان انت النهارده مشغل شخص بيمشي في شارع وبيقعد على الانترنت وعنده وقت فري كتير جدا، انت علقت له حتى مرض التوحد اللي احنا بينا مصابين بيه في الاخر، في فكره ان احنا قاعدين على السوشيال ميديا 8 ساعات و9 ساعات و10 ساعات. اقعد على السوشيال ميديا وعين ده في الشارع انك النهارده توصل البرودكتس دي او توصل الفرصه دي لاشخاص تانية، الكلام ده ممكن يخليك تنتشر انتشار غير عادي. انا ما اعرفش ليميت العلاقات والريليشن شيبس اللي موجوده عند حضرتك ممكن توديه لحد فين. ميبي يكون عندي ابن عمي ابن خالي او حد شريكي او حد صديقه هو موجود اصلا على السوشيال ميديا، لمجرد شراء البرودكت هو بقى وكيل في الدوله دي، والشخص بتوكيل واحد يعني دوله بمؤسساتها. حاجة عظيمة جدا. عايزين بقى نقول اللي جاب الفكرة دي لفكرة ملتقى بنعلن عنه يوم 28 الشهر اللي احنا فيه دوت شهر 2. حلو. ده هيكون في الدلتا. جميل. ايه اختياره للدلتا؟ جميل. وبيحضر فيه كمان كوكبة من النواب ورجال الأعمال. جميل. هل دول بيبقوا مشاركين مع حضرتكم ولا لا؟ ولو انتوا لوحدكم ازاي بتقوموا بملتقى يكون توظيف ولحضراتكم بس يعني؟ ده احنا بننزل كذا شركه في ملتقى توظيفي وما بيلحقوش على العدد اللي بيجي لهم. حلو حلو. خليني بس اعرف لك ملتقيات التوظيف اللي انا كنت بحضرها قبل ما ادخل المجال ده يعني. هو فكره ان موجود اكتر من كامبانيز كذا شركه موجوده لمجرد ان هي كل واحده بتعرض وظيفه من نوع معين. احنا صنفنا الموضوع دلوقتي امبلوي، هو موظف جاي يستقطع عدد ساعات معينه عشان ياخد دخل معين برضه. خلينا برضو نصنف الدنيا هنا في فيا، لا هو فري بيزنس، هو بيشتغله في الوقت اللي هو عايزه في المكان اللي هو عايزه، بيقدر يحدد ده ما بينه وبين الليدرز اللي موجودين عندنا في رويال يعني. طيب الفكره ببساطه فيا مش بتقدم حاجه واحده، انا اوريدي وانا في ايدي البرودكت انا ممكن اكون كاستمر، ممكن اكون زبون، ممكن اكون النهارده بشتغل ديجيتال ماركتنج، انا موجود اصلا على السوشيال ميديا اوريدي دي مهنتي قبل ما ادخل اصلا سيد نشتري برودكت مثلا من فيا. فكره النهارده ان انا عندي دوائر علاقات منطلقه حوالين العالم كله، افتح منها توكيلات ثانيه بطريقه غير مباشره ممكن تعمل منها ارباح. فكره النهارده ان انا اعمل ديل مع مؤسسات كتير جدا، انت بتتكلم عن برودكت بيفتح لك اكتر من مؤسسه، سواء كنا بنتكلم في صيدليات، كوافيرز، ميك اب ارتست، كل الكلام ده بيقتنوا المنتج ده لمجرد صفقه. يبقى انت النهارده مش عندك مهنه واحده، كل واحد من الناس دي. وكان توجهي انا في الاخر بصراحه يعني ان شركه تسويق الكتروني واحنا كده كده بنتكلم في 2030 في وظائف كتير جدا اكشن واللي موجوده دلوقتي مش هنلاقيها في 2030. ليه؟ اوريدي الانترنت هيكون هو ده العالم والقريه الذكيه اللي احنا بنتعامل من خلالها. ده حتى اذا بصينا حتى لتوجهنا حكوميا جوه مصر هنا، بدات في مبادرات من السيد الرئيس بتتكلم عن فكره ان انت توجهه للتسويق الالكتروني. ليه؟ هو ده العالم اللي احنا رايحين له. اوريدي النهارده مبيعات اكتر من 44% على مستوى العالم بتحصل من على مواقع عالميه ما حصلتش من المتاجر اللي موجوده في الشوارع يعني. فانت كده كده بتدعم المجال اللي جاي، يبقى انت اشتريت مستقبل، ده رقم واحد. رقم اتنين انت عندك اكتر من جوب بتقدمها وفي ملتقى توظيفي واحد. تمام. طيب الفكره ببساطه لو النهارده عم بتكلم عن دي ار سي، وده هيكون المؤتمر اللي موجود في الدلتا ان شاء الله يوم 28/2 دلتا ريكروتمنت كونفرنس، وده هيكون عباره عن مؤتمر توظيف ان شاء الله مختص بكل القطعه كده واللوكيشن اللي موجود في الدلتا يعني. ده هيكون موجود ناس في اي بيز من الدوله، وهيكون بيتغطى بموجب النهارده عندنا اورجنايزرز او ناس كمؤسسه موجوده اصلا عندنا في رويال من توب ليدرز بيمارسوا المجال ده لسنين فاتت يعني، هم اللي هيكونوا بينكلود او فكره النهارده بيشمل فكره احتواء الاشخاص اللي عايزين يسالوا او يعرفوا الدنيا فيها ايه، وهيتم عرض ربحيه الشركه بشكل عامل ازاي والبرودكتس بتفاصيلها عشان يقدر النهارده الشخص اللي موجود ده يحدد قراره، هو ما يفرقش ان كان موظف او كان النهارده ما بيشتغلش، لمجرد ان اتعرضت له ايديا او فكره معينه يقدر يغتنمها ويقدر يعمل منها ارباح يعني.
طب بما ان شركة فايا هي القائمة على الملتقى دوت، ايه حضور الكوكبة من النواب ورجال الاعمال؟ حلو. جمعتني ميتنجز، وده كانت حاجه غريبه بصراحه، انا ما عملتهاش في السبع سنين اللي فاتوا تماما يعني. انا يمكن تقريبا توتالي الموضوع بفكر في فكره ان ازاي يحصل سيلز، فالنهارده نغطيه بفكره النهارده ان يحصل عندي بروفيت او يحصل عند التوب ليدرز اللي عندي بروفيت. الموضوع اتسع اكتر من كده، ومن حق المجتمع ده. انا كنت واحد حتى قبل ما انضم لمجال الدايركت سيلز كانت عندي بعض الافكار المغلوطه عن المجال ده. طيب نصحح الافكار دي ازاي؟ النهارده لما عملنا ميتنجز ما بيننا وبين الناس اللي موجوده النهارده كساي مثلا اعضاء مجلس الشعب مثلا، الناس دي اوريدي هم دورهم ان يوصلوا فكره خدمه زي وظيفه زي شباب بيشغلوهم، اوريدي احنا بندعم ده. انا الميتنج ما بيعديش 20 دقيقه وبلاقي الشخص ده سبورتد انف، بيقول كويس جدا، انا القناه اللي انت ممكن توصل منها لشباب. الموضوع دلوقتي اصبح عباره عن اوفر وريكوست، هو فكره عرض وطلب، وما دام عرض وطلب والله اللي هيبقى عايز في وقتها احنا هنقدر نوصل لك الفكره للناس دي. قدرنا النهارده نغطي شكل رسمي للمؤتمر بموجب ان الناس البروسبكتس او الناس اللي موجودين اصلا اوريدي بره المجال ياخد فكره اكتر، وهو عارف ان في غطاء قانوني وشكل محترم يكون موجود في الدي ار سي ان شاء الله. مين اللي اختار ان الدعوه تكون في الدلتا وبالمنصوره؟ والله هي كانت بناء على اختياري، وخلينا اقول لك على حاجه، احنا عندنا تكتلات يعني، كان اوريدي عندنا مؤتمرات تانية موجوده في القاهره وعندنا مؤتمر موجود في الصعيد اصلا، فاحنا مقسمين الكريتيريا، فكريتيريا الدلتا دي انا المسؤول عنها تقريبا يعني، على حجم التيم اللي موجود بعدد اكبر حوالي 70 80% موجوده في النطاق ده. انت بتتكلمي على اللوكيشن مليان بشري، انت بتتكلمي في اكتر من تعداد 30 40 مليون شخص يقطنوا المنطقه دي اصلا يعني. فاظن ان ده هيكون تجمعهم في منطقه قريبه، بدل ما انت تقول له النهارده التريننج موجود في او سي المؤتمر ده موجود في مكان تاني، فهيكون الموضوع صعب بالنسبه له انه يوصل له. داخل الملتقى كان في فكره ان انت كاتب مشروع حياه. جميل. ايه مين اللي مختار الاسم دوت وايه الهدف منه؟ والله مشروع حياه ده لايف جيرني، هي ملخص قصه انا عشتها سبع سنين يعني. على فكره الدافع اللي خلاني ابدا المجال ده مش ان انا عندي معلومات كتير عن المجال، بالعكس انا ماي بيكون في معلومات اصلا عرفتها بعد ما بدات المجال باشهر كمان يعني. بعد سبع سنين الدافع في الاول كان كومبالر ريزون، او فكره النهارده عندك اسباب ودوافع قهريه انت لازم تبدا عشانها، فكره ان انت عندك نيدز معينه في حياتك العاديه بيمنعك ما بينها وما بينك وما بينها فكره ان انت معاك ماني او معكش ماني. وان كنا في مجتمعنا بنتعلم حاجه شويه غريبه يعني، الفلوس مش كل حاجه، هو مبدا على فكره صحيح جدا لو كنا بنقول انها غايه، لكن كوسيله انت محتاج يكون عندك مصدر واثنين وثلاثه واربعه. في الكتيبات الكبيره حتى الكتب الكبيره اللي بتتكلم عن الماليات وعن فكره الاقتصاد بيقول لك ما تخليش عندك اوبورتيونيتي واحده ولا فرصه واحده بمبدا النو جارانتي، ما عندكش ضمان اصلا ان كانت الفرصه دي تكمل او ما تكملش يعني. مشوار الحياه بدا من دوافع اوريدي كانت عندي، انا عايز ابدا المجال ده وعايز ابدا الفيلد ده لمجرد انا شفت فيه سكسس ستوريز وشفت ناس بتنجح في المجال ده، لمجرد ان اتحول الحلم ده الحقيقه بقى اصبح مشوار حياه النهارده وانا قاعد قدام حضرتك. ما كنتش من سبع سنين متخيل ان انا في يوم من الايام اكون موجود في بروجرام اتكلم يا جماعه ان عندنا مشوار حياه. مشوار حياه عندنا مش جاست ان انا النهارده احضر ليكتشر او احضر محاضره فاكون منها باشنت انف واطلع متحمس جدا واطلع الاقي الواقع شكله مرير يعني. مشوار حياه لا هو صادم ولا هو مرغب بالزياده عشان لما يطلع بره ما يتفاجئش ان هو بعد ما درس كليه تجاره زي ما انا درست كليه تجاره وكنت متوقع ان الدنيا هتكون خيال علمي والعربيه تيجي تاخدني وتوديني، ما جاتش العربيه مش عارف على اي يعني. فانا بدات اسعى النهارده يا اما تشوف بدائل وتشوف طرق ثانيه، يا اما الموضوع بالنسبه لك هيكون تفضل عايش دايما على امل الله اعلم توصل ولا لا. مشوار حياه هو عباره عن كميه سكيلز احنا بنكسبها للناس الممبرز والناس الشركاء اللي موجودين معانا، واحنا بنحترم النو سكيلز، بمعنى ان مش المفترض ان انا لما اروح اقدم في شركه وانا اوريدي خريج جامعه يعني يكون عندي اكسبيرينس كبيره. انا اجيبها منين الاكسبيرينس اصلا يعني؟ انا اوريدي كنت مجرد ستودنت او كنت طالب او كنت كوليدج، فالنهارده انا ما عنديش الخبره الكافيه. يبقى احنا من مشوار حياه بنعلي السكيلز اللي موجوده عنده في الشركه. واحده من ضمن الكونتراكتس بتاعتها هو في رانكات معينه او في مناصب معينه هو بيوصل لها، تعالى نتخيل احنا علينا معاه الكواليتي على المستوى المعنوي واصبح النهارده كاريزما وما بيكون موجود مكاني هنا في يوم من الايام عشان يبدا يتكلم عن سكسس ستوري هو عملها، وفي نفس الوقت انت بتديله ماديا دوافع عشان ده برضه بصراحه هيدعم الفكره المعنويه كوسيله او كتول ان هو يكون حد من سكسس ستوريز. لما بنيجي بعد فتره ما على حسب التارجت اللي هو بيعمله بيمضي عقد شراكه ما بيننا وما بينه كشركه فايا، ويبدا يتعامل فيها كمانجر دايركتور زي ما انا موجود كمانجر دايركتور. تخيلي لو بعد 3 4 سنين، ودي واحده من ضمن الرؤى اللي موجوده في الشركه انها تكون منتشره في 30 40 دوله، بياخد نسبه مبيعات من نسبه مبيعات في 30 40 دوله، هيكون الموضوع شكله عامل ازاي؟ انت بتتكلم مع ملياردير افكار قبل ما كان ملياردير فلوس كمان يعني. احنا كده بنتيح كمان الفرصه لاي حد بيغتنم الفرصه زي ما حضرتك قلت له، حلمك واحفظ عليه وحافظ عليه وده قرارك، احنا بنفتح لهم الفرصه للموضوع، للفرصه اللي هي تقدر ان انت توصل لها. يقدر يتواصل مع حضرتك ازاي من خلال الشغل؟
تقصدي عن المؤتمر بتاع الدي ار سي ولا توتال الوقت يعني؟ توتال الوقت على طول. بصوا احنا عندنا في رويال انا عامل لها هيكل اداري محترم الدنيا. بصوا هو يعني لو بصينا لكل المنظومات اللي بتشتغل في عالم التسويق واحنا مش لوحدنا يعني، ودي في شركات عالميه وشركات محليه، الفكره كلها هو ما بيحطلهاش هيكل اداري، هو بيتعامل بيرسوناليز، هي بيتعامل بفكره ان النهارده بطريقه شخصيه، لمجرد ان انا موجود معاه كمدرب فانا خلاص في كونتاكت ما بينه وما بينه. احنا عاملين هنا هيكل اداري كويس جدا وليه ارقام فونز احنا ممكن نوصل لهم، سواء لحضور المؤتمر او لسواء اغتنام الفرصه او لفكره النهارده علامات الاستفهام والتعجب اللي ممكن تكون نشأت من بعد طلوع الحلقه دي، هو عايز يعرف على ارض الواقع يعني ايه، هو انا مفترض البرودكت شكله عامل ازاي، وان كان النهارده الفرصه نفسها تمشي ازاي، والتوتال الديتيلز اللي هو محتاجها. بيتم تحديد مواعيد سواء كان للمؤتمر او لحد من التوب مانجرز اللي موجودين، بيعمل معاه ميتنج على ارض الواقع بيبدا يفهمه والله الدنيا ماشيه عندنا 1 2 3 4 if you want yes if you don't want no. احنا في نهايه فقرتنا بنشكر حضرتك جدا يا دكتور محمد، بس برضه بندي فرصه للمشاهدين ومتابعين برنامج ازرع فكرة، ارقامنا موجودة، فريق الاعداد تقدر تتواصل معاه لو انت حابب انت تتواصل مع الشركة مباشر، ونقدر ان احنا نوصلكم ببعض، وتقدر يبقى تغتنم الفرصة وتقدر تحط حلمك وتقدر تتدرب تدريب لائق بيك وفي شركة. احنا لسه شايفين الفيديو بتاعها بيكون شكله عامل ازاي. فقرتنا الاولى خلصت، مع فقرتنا التانية هنطلع فاصل نرجع لحضراتكم تاني. بنشكر حضرتك جدا دكتور محمد، نورتنا في برنامجنا ازرع فكرة. شكرا شكرا.